وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية. سيدة غادة، نرحب فيك في نشرة الثالثة، وبداية يعني ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والأهداف من وراء تنظيمه؟ مرحبا. بداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على المؤتمر الأول الذي تعزم الأمانة العامة للتظلمات على عقده إن شاء الله الأسبوع المقبل. جاء تنظيم الأمانة العامة للتظلمات في الواقع لمؤتمرها الدولي الأول بعنوان فاعلية أمناء التظلمات ضمن العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، والذي سيعقد إن شاء الله على مدى يومين، راح يكون في تاريخ 18 و19 أكتوبر 2023 بالمنام إن شاء الله، وذلك طبعا احتفاء واحتفالا بالذكرى العاشرة على تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، والذي كان تحديدا في يوليو من عام 2013. نعم. وطبعا نهدف من خلال تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتطورات الإيجابية المحققة في الفضاء الأوسع الذي تعمل فيه الأمانة العامة بالبحرين. كما يعد هذا المؤتمر فرصة طبعا لتبادل الخبرات والمهارات والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، تحديدا في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات وأجهزة الرقابة على السجون والإصلاحيات، طبعا بما يعزز مبادئ احترام حقوق الإنسان في هذه المجالات. نعم. كما أن راح يتضمن عدد من المحاور والجلسات الذي تم اختيارها بعناية كبيرة لكي تتيح المجال للمشاركين والحاضرين للتعرف على محتوى ثقافي وفكري متميز. وطبعا راح يتناول عدد من مجالات عمل مكاتب أمناء التظلمات بأبعادها المختلفة. نعم. نعم سيدة غادة، ما هي أبرز هذه الموضوعات؟ في الواقع كنا حريصين جدا على اختيار عدد من الموضوعات والمحاور بشكل متميز على لتحقيق أعلى طبعا فائدة للمشاركين، بحيث راح يناقش المؤتمر على مدى يومين 5 محاور متخصصة تتمثل مواضيعها في دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، كما سيتم مناقشة المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على السلوك الشرطي والتفتيش، كما سنستعرض آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي، كما سنتطرق إلى موضوع جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين. نعم. كما نسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في مراكز الإصلاح ودور الرعاية الاجتماعية. طبعا سيساهم في أو سيشارك في إدارة هذه المحاور ومناقشتها عدد من المتخصصين في هذه المجالات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. نعم سيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.